لقد تم رفض حسابك على الأدسنس. قد يكون لديك حساب حالي على موقع الأدسنس. المشكلة التي تؤرق الجميع وخاصة المقبلين على برنامج شركاء اليوتيوب، يعني عندما تتخطى شروط يوتيوب وشروط اليوتيوب الجد صعبة، تتصادف بمشكلة أخرى وهي تعذر ربط القناة بحسابك على مستوى الأدسنس. إذا كنت تريد التعرف على أسباب هذه المشكلة ثم الحلول الممكنة لهذه المشكلة، فشاهد معي هذا الفيديو بأكمله ولا تضيع أي ثانية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدي ومتابعي قناة المعلوماتية، أتمنى أنكم في صحة وعافية. وكما شاهدتم في مقدمة هذا الفيديو، اليوم بإذن الله سوف أتعرف على حل مشكلة تعذر ربط القناة بالحساب أو بحسابك على مستوى الأدسنس. سوف أتعرف على أسباب هذه المشكلة ثم الحلول الممكنة لهذه المشكلة. أولا على بركة الله أبدأ بالأسباب المحتملة والمتعلقة بهذه المشكلة. ممكن أنه حقيقة لديك حسابين على مستوى الأدسنس بنفس المعلومات الشخصية، يعني بدون معلومات مسبقة قمت بإنشاء حسابين أدسنس بنفس المعلومات الشخصية، وهذا شيء مخالف في الأدسنس. الأدسنس يتيح لك حساب واحد بمعلومات شخصية واحدة. إذا أردت إنشاء حساب ثاني في الأدسنس فعليك بتغيير المعلومات الشخصية، وإلا فسوف تقع في مشكلة تكرار الحسابات أو حساب مكرر. السبب الثاني هو أنك قمت بإنشاء حسابين أدسنس مختلفين في نفس الجهاز، يعني لديك جهاز حاسوب أو هاتف، وفي نفس الجهاز يعني سواء في الهاتف أو في الحاسوب قمت بإنشاء حسابات أدسنس متعددة، وموقع الأدسنس اعتقد أنه تحايل، بالرغم من أنك قمت بإنشاء حسابات أدسنس بمعلومات شخصية مختلفة، لكن الأدسنس قد يعتبر هذا تحايل وقد يعتبر هذا حسابات متكررة. قلت وأعيد، بالرغم من اختلاف المعلومات الشخصية، يعني أنا أفضل لو أردت إنشاء حساب أدسنس بمعلومات شخصية مختلفة أو إنشاء حساب أدسنس لشخص آخر، أفضل أن تقوم بتغيير الجهاز أو تنتظر أيام وتنشئ هذا الحساب، يعني لا تنشئ هذا الحساب في مدة زمنية قريبة، يعني لا تنشئ حسابين في نفس الجهاز وفي مدة زمنية قريبة. والسبب الثالث أيضا لدي علاقة بالحسابات المتكررة. ممكن أنه لديك حساب أدسنس أو معلومات دفع متعلقة بحساب جوجل التابع لقناتك على مستوى اليوتيوب، يعني الأمر المنطقي هو أنه يمكنك إنشاء حساب أدسنس بنفس حساب إيميل القناة، لكن لا قمت بإنشاء حساب أدسنس عن طريق أدموب ولديك معلومات دفع في حسابك على مستوى جوجل، لهذا قد يعتبر الأدسنس أن الحساب متكرر. تقريبا هذه أبرز 3 أسباب متعلقة بهذه المشكلة. إذا كانت هناك أسباب أخرى لم أذكرها ولم أشير إليها في هذا الفيديو، فبإمكان أحد من المتابعين أن يدون أو يترك هذا السبب في تعليق، وذلك ليستفيد الجميع ولكي لا يقع في هذه المشكلة مستقبلا. والآن سوف أنتقل بالطبع إلى كل الحلول الممكنة أو الحل لهذه المشكلة. سوف أريكم جزء عملي وتطبيقي لهذه المشكلة، وسوف نرى حل هذه المشكلة مع بعض، لهذا تابعوا معي في جهاز الحاسوب. لاحظوا هنا تعذر ربط قناة اليوتيوب بحسابي على مستوى الأدسنس، يعني الموافقة على الشروط تمت، لكن الخطوة الثانية لم تتم بعد ويوجد أخطاء في الخطوة الثانية. إذن فيما يخص طريقة الحل، لابد من التعرف أو لابد من التأكد عن عدم وجود حساب أدسنس متكرر أو عن عدم إدراج طرق للدفع في حسابي هذا على مستوى جوجل. لاحظوا معي، أقوم بالدخول إلى إعدادات الحساب على مستوى جوجل أو إعدادات الحساب على مستوى حسابي في جوجل المربوط أو المتعلق بالقناة. بعد ذلك أختار الدفعات والاشتراكات، يعني أتأكد من أنه لا توجد أي وسيلة دفع هنا في حسابي على مستوى جوجل أو نفس الحساب الموجود عليه قناة اليوتيوب. هذه الخطوة الأولى. والخطوة الثانية، وهي إذا كان لديك أي حساب أدسنس متكرر فالرجاء حذف حساب أدسنس متكرر أو حذف كل حسابات الأدسنس الموجودة لديك وإنشاء حساب أدسنس من جديد. سوف أترك لكم رابط هذا الفيديو في صندوق الوصف، يعني طريقة إنشاء حساب أدسنس بسهولة بواسطة الهاتف
أو بواسطة الحاسوب، وتجدون أيضا هذا الفيديو هنا في الأعلى في عنوان البطاقة. يعني تقومون بحذف كل الحسابات وإنشاء حساب أدسنس من جديد. إذا ما دمت وقعت في هذا الخطأ فلا تنشئ حساب أدسنس بنفس إيميل القناة، عليك بإنشاء حساب أدسنس بإيميل مختلف. هذا فيما يخص الحل الثاني. الحل الثالث وهو الحل النهائي والحل الصائب، عندما تريد إنشاء حساب أدسنس عليك بتغيير الجهاز لكي لا يعتقد الأدسنس أنك تتحايل فيما يخص الحسابات المتكررة والحسابات المتعددة. يعني ليس حساب متكرر فقط بل حسابات متعددة، يعني أنت تقوم في نفس الجهاز سواء هاتف أو حاسوب بإنشاء حساب أدسنس بمعلومات مختلفة. أعيد من جديد وأقول أنه ممكن أن الأدسنس يعتبر هذا تحايل أو يعتبر حساب متكرر. وفي الأخير عندما تريد تغيير الحساب المرتبط ما عليك إلا بفتح قناتك في جهاز آخر لم تستعمله من قبل، سواء هاتف آخر أو حاسوب، وأفضل عندما تريد عملية الربط أن تستعمل جهاز الحاسوب. إذا لاحظوا معي، بعدما اتبعت كل النصائح التي ذكرتها سابقا خاصة ثلاث نصائح، الآن سوف أعيد تغيير الحساب المرتبط. أنقر على تغيير الحساب المرتبط. لإثبات الهوية أنقر على متابعة. فقط هنا التحقق يكون عن طريق رمز يرسل إلى الهاتف الذكي عبارة عن رقم، أختار الرقم المناسب وهذا لإثبات الهوية. الآن لاحظوا معي الخطوة الثانية، ستتم إعادة توجيهك إلى الأدسنس لإكمال هذه الخطوة. ماذا أختار؟ سواء أختار نعم لدي حساب حالي أو لا أعلم أو لا أملك حساب. أنا هنا أختار نعم لدي حساب حالي ثم أنقر على متابعة، والآن يوجهني إلى صفحة أخرى للدخول إلى حسابي واختيار حساب متعلق بالأدسنس. يعني هنا أختار الحساب المعني بالأدسنس أو الحساب الآخر أو إضافة حساب آخر إن لم يكن الحساب موجود هنا. أقوم بكتابة البريد الإلكتروني، يعني البريد الإلكتروني متعلق بحسابي على مستوى الأدسنس، ثم أنقر على التالي. نفس الشيء أقوم بإدراج كلمة المرور، كلمة المرور متعلقة بهذا الحساب. أقوم بتأكيد أو إثبات الهوية عن طريق الرمز الذي يصلني إلى الهاتف. بعد ذلك يوجهني إلى حسابي على مستوى الأدسنس لأتأكد من المعلومات الشخصية والمعلومات المتعلقة بالأدسنس. وهنا الموقع الإلكتروني، يعني رابطي على مستوى أو رابط قناتي على مستوى اليوتيوب. بعد ذلك أنقر في الأسفل على قبول الرابط. جاري إعادة توجيهك إلى المضيف. الآن سوف يحولني إلى قناتي على مستوى اليوتيوب. لاحظوا معي، الآن تتم عملية تحميل أو تحديث الصفحة لنتحقق من إتمام الخطوة الثانية. والحمد لله، لاحظوا معي الخطوة الثانية تمت، يعني تم ربط القناة بحسابي على مستوى الأدسنس بطريقة صحيحة ونجحت في حل هذه المشكلة. لاحظوا هنا الخطوة الثانية تمت، يعني الاشتراك في جوجل أدسنس تم، لقد نجحت في ربط حسابي على مستوى الأدسنس. بقي الآن الخطوة الثالثة وهي قيد المعالجة، يعني الانتظار إلى حين مراجعة الطلب. هذا فيما يخص حل مشكلة تعذر ربط القناة بحسابك على مستوى الأدسنس. عليكم بمعرفة الأسباب ثم العمل بكل النصائح أو بكل الحلول التي ذكرتها سابقا. عليكم بالتركيز على الحلول التي ذكرتها سابقا. وفي الأخير، إن أعجبتكم حلقة هذا اليوم لا تنسوا النقر على إعجاب أو لايك الموجود أسفل الفيديو. لا تنسوا أيضا دعم قناة المعلوماتية وذلك باشتراك إضافة إلى تفعيل الجرس. دمتم والسلام عليكم.